أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد في الإنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال 3 رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ لأستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: يوجد في الإنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال 3 رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ لأستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار؟ ما نحكم على هذه الرسائل حتى نراها، إن كانت خيرا وطيبة فهذا من باب الشراء تشتريها، أما إذا كانت أذكارا غير ثابتة والذي جمعها غير موثوق فإنها لا خير فيها. نعم، فلا بد من الاطلاع عليها. نعم، والأذكار ولله الحمد تباع في المكتبات في كتب موثوقة، مثل الأذكار للنووي والوابل الصيب، الوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، موجودة كتب الأذكار، حاجة إلى أن ترسل في جوالات أو في إنترنت. نعم، لكن هؤلاء يظهر أنهم مرتزقة. نعم.